وينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمرو المنيري. عمرو، لقاء ماي مع ممثل الاتحاد الأوروبي سيكون عن ماذا؟ فقط لعرض الخطة أم ستتلقى ماي ربما يعني تطمينات من قبل الاتحاد الأوروبي؟ نعم، مي بالفعل ستذهب إلى سالزبورغ حيث القمة الأوروبية غير الرسمية، وعلى العشاء ستتحدث لمدة 10 دقائق فقط، وهو الوقت المخصص لها للحديث أمام 27 رئيس ورئيس وزراء دولة ومن داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرصة كبيرة لتريزا مي، خصوصا أن ميشيل بارنيي كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي صرح ببعض التطمينات، وهو كما ذكرتم أن مشكلة الحدود الصلبة أو الحدود بين ايرلندا الشماليه وايرلندا ربما تحل على هذا النطاق باستخدام التكنولوجيا. لكن في المقابل ديفيد ديفيس وزير الاسبق للبريكزيت او للخروج من الاتحاد الاوروبي قال ان هذا العرض تم عرضه من قبل على الاتحاد الاوروبي منذ 6 اشهر والاتحاد الاوروبي رفضه، فلا اعتقد ان هناك جديد. لكن من المتوقع ان تريزا مي ستطرح امام قاده الاوروبيين، هي ستقول لهم ان لديها هذه الخطه، خطه تشيكرز، بغض النظر عن هذه الانتقادات. لكن البديل لهذه الخطة أن لا يوجد صفقة ممكنة، وهذا ستضع الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي الذي يحاول تقليل الضغط على تريزا مي، وخصوصا هذا الضغط الداخلي هنا في بريطانيا. نعم، حول هذه الخطة التي تفتقر إلى الكثير والكثير، وخصوصا أن الملف أيرلندا الشمالية هو ملف شائك جدا، ووجود أي نوع من الحدود سواء صلبة أو سواء بتكنولوجيا أو سواء في البحر هو سيعيد الكرة للأزمة السياسية أو الأزمة الطويلة بين بريطانيا وبين أيرلندا الشمالية التي تريد العودة إلى حضن جمهورية أيرلندا وتكون جزءا منها. شكرا جزيلا عمرو المنيري مراسل الغد من لندن.